السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا، وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني، وقال بأنه لا ينكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البلد تخرج نقدا، فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقدا، ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي، هل تقبل مني؟ جزاكم الله خيرا. الواجب إخراجها طعاما، هذا اللي يعني جمهور أهل العلم، صاع من قوت البلد، من تمر أو شعير أو أرز، من قوت البلد صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى والصغير والكبير. وقال جماعة من أهل العلم يجوز إخراجها نقدا، ولكن قول ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعاما عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نصحت والدك ولم يفعل فأنت أخرجيها عن نفسك ولو ما جرى، أخرجيها طعاما ولو ما علم أبوك.